السيد الرئيس، السيدات والسادة، نتمنى لكم النجاح في تحقيق خططكم التنموية الطموحة على المستويات كافة، ونحن على ثقة تامة بأنكم ستحققون كل ما تصبون إليه من خير ورخاء وتقدم لشعوبكم وبلدانكم العتيدة. وهنا نؤكد لكم على استعدادنا الدائم لإقامة علاقات شراكة اقتصادية وتنموية وتبادل الخبرات في إطار تعاون يخدم مصالحنا المشتركة. وقد وقعنا للتو اليوم على اتفاقية تعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بهذا الشأن، وفي الوقت الذي نشيد فيه بجهودكم في مواجهة الإرهاب، فإننا نعبر عن جاهزيتنا التامة للتعاون مع اتحادكم ودولكم لمكافحة الإرهاب الذي ندينه بأشكاله كافة في منطقتنا وفي كل مكان في العالم. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إن تحقيق السلام الشامل والعادل الذي ننشده عبر حل الدولتين أصبح في خطر، بل إن إسرائيل قوة الاحتلال تعمل كل ما من شأنه تقويض فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.